النذر العهد والإلزام لغة، وقلنا لا تهتم إلى التعريف اللغوية هنا. شرعا إلزام المكلف نفسه شيئا لا يجب عليه، يعني صيام غدا واجب؟ لا. فلو قال هذا لله عليه نذر أن أصوم غدا، هنا أصبح الآن الصيام في حقه واجب. طيب، النذر ينقسم إلى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله. هذا اللي يكتب يا أستاذ، يا أخي لا تكتب، موجود هذا الكلام، بعد الدرس أنا أرسل لك الجدول لأن أخشى أنك يذهب عليك أشياء. عندنا نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله هو في اللفظ كالحلف بغير الله، هو في اللفظ كالحلف بغير الله، لكن في الحكم شرك أكبر. ولهذا تجد في كتب الفقهاء كتاب الأيمان والنذور. لماذا؟ لأن النذر أحكام متقاربة من اليمين. إذن النذر ينقسم إلى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله. نذر لغير الله كالحلف بغير الله في اللفظ، أما في الحكم شرك أكبر، لأنه لم ينذر لهذا الولي أو صاحب القبر أو للجن إلا وهو يعظمه، والتعظيم هنا شرك أكبر. طيب، إذن النذر لغير الله شرك أكبر، هو في اللفظ كالحلف بغير الله لكن في الحكم شرك أكبر. كفارته التوبة قطعا. الثاني النذر لله. النذر لله، النذر لله ينقسم إلى قسمين، نذر عام ونذر خاص. النذر العام هذا يشمل كل مسلم، لأن المسلم عندما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسوله كان كالناذر فعل الأوامر واجتناب المحرمات، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، مع أن الذي تلبس بحج وعمرة ما نذر، لكن عندما يقول لبيك اللهم لبيك سواء حج وعمرة كان كالناذر إتمام النسك وأتم الحج والعمرة لله، يوفون بالنذر. هذه نصوص عامة في النذر العام. الثاني النذر الخاص. النذر الخاص عندنا هذا النذر ينقسم إلى قسمين، الخاص قبل التلبس بالعبادة، قبل أن يتلفظ بالنذر نقول لا تنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا الذي لم يتلفظ به، وجاءنا هذا قال تلفظت وقلت لله على نذر كذا وكذا، نقول الآن إما وفاء أو كفارة يمين. يقسم العلماء هنا النذر بعد التلفظ به كما قسم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إلى ستة أقسام. نذر الطاعة يجب الوفاء به، نذر المعصية يحرم الوفاء به، نذر المستحب يستحب الوفاء به ويكره الحنث أن يرجع، ونذر المباح قال هذا يخير بين فعله وهو الأولى وبين أن يحنث، وإذا حنث عليه كفارة يمين، ونذر اللجاج والغضب مثل نذر المباح، والنذر المطلق أو النذر الذي لم يسمى، يقول لله عليه نذر ويسكت فعليه كفارة يمين. هذه أقسام ستة للنذر. أعيد مرة أخرى، النذر ينقسم إلى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله. نذر لغير الله كالحلف بغير الله في اللفظ، في الحكم شرك أكبر، كفارة التوبة. النذر لله ينقسم إلى قسمين، عام يشمل كل مسلم، وخاص هذا ينقسم إلى قسمين، قبل التلفظ محرم أو مكروه، بعد التلفظ نقول إما وفاء أو كفارة يمين. نذر الطاعة لله علينا، لله علي نذرا أن أصلي مثلا صلاة الوتر في هذا اليوم أو أصوم غدا. نذر المعصية يحرم الوفاء به وعلي كفارة يمين. نذر المباح يقول لله علي نذر أن أشرب عصير برتقال مثلا، يخير بين فعله وهو الأولى وبين أن يحنث، وإذا حنث عليه كفارة يمين. ونذر المكروه يقول لله عليه نذر أن آخذ وأعطي بالشمالي، يكره الوفاء به واستحب الحنث. النذر اللجاج والغضب، في الغالب أن الدافع والمهيج لهذا النذر الخصومة، هذا يقول
لا يوجد غدا درس، يقول للدرس لا درس، درس لا درس، يقول لله على نذر، إذا كان غدا درس أذبح بقرة، مثل نذر المباح. الأخير النذر الذي لا مسمى فيه كفارة يمين.